في مساحات ضيقة وموضوعات هامشية دارت الأحداث في مسلسلات رمضانية تعرضها القنوات المحلية هذا العام، وبدا واضحا من خلال سيناريو كل عمل مدى الخوف الذي يتحكم في مناحي الحياة وفي أفكار الكتاب الذين هربوا بعيدا عن الواقع حتى لا يصبحوا ضحايا جددا للتشكيك والمساءلة. واكتفت أعمال عديدة بترميز لا يمكن فهمه من قبل المشاهدين وإن اجتهدوا محاولين ذلك، وأصبحت اللائمة منصبة على المواطن فقط ولم تشترك معه أي سلطة في تحمل الأخطاء ومسبباتها. وقد تجنبت الأعمال الدرامية توجيه أي نوع من النقد للميليشيات التي تبسط نفوذها في أماكن تنفيذ الأعمال والتي يتضح أنها كانت حاضرة في هواجس الممثلين وأدوارهم. وزادت المسلسلات الدرامية من تكريس الفكاهة المرتبطة في أعمال كثيرة بتشويه شكل الأداء وإضحاك المشاهدين على العلات التي تم تسويقها خلال العقود الماضية كمصدر للتندر. خارجا من هذا النفوذ والاضطهاد الذي تتعرض له أعمال الدراما، تمكنت البرامج الساخرة المرتبطة برمضان من كسر حاجز الخوف وقدمت أجزاء من صورة ما تعرضت له البلاد خلال العامين الماضيين، لكنها اكتفت بعرض المشكلة دون تقديم الحلول. وتلك هي الثغرة التي لا تغطيها غير أعمال درامية لا ينتجها الخوف.